مساء الخير. الحقيقة كنت عايزة أبقى فريش بس بوظت المكياج وعيطت لأنه مصر أبكيكي يا مصر، أرثيكي يا مصر. واحد من أساتذة الكلمة غاب عنا النهاردة، وصلنا زوج وأب وصديق عزيز. طلبت منه ما يستسلمش، بس هو كان عايز يستسلم، كان تعب. البقاء لله للوسط الفني والثقافي، وداعا صديقي شوقي حجاب. وهنطلع ان شاء الله كمان شويه الهوا، عندنا فقرات حلوه قوي 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 في قعده مع مادلين، لكن الحزن غلف قلبي. سامحوني سامحوني.